ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. غرزتنا النهارده قايمه على الغرزه البسيطه مع الغرزه المقلوبه، ولكن اسمها مختلف تماما. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه ولا اسهل، ولكن نتيجتها حلوه جدا، شبه شويه غرزه اللؤلؤه على غرزه الازرار على الكلاستر. فايه رايكم نشتغلها ونشوف كده هي اكتر شبه لغرزه ايه، وانتوا قولوا لي في التعليقات. ده ولا ده، ده ولا ده، ده ولا ده، ده. اوكي، اشتغل معاكم بابره رقم 6. ابره رقم 4 ملناش دعوه بيها النهارده. اول حاجه بنعملها 20 سلسله، والعدد مش مهم خالص في الغرزه بتاعتنا، وبنوصل لحد ما نعمل اول صف في الكروشيه التونسي، وده احنا واخدينه من قبل كذا مره، وبما اننا بنشتغل غرز كل يوم اسمحوا لي اتجاوز الصف ده النهارده. صف البدايه في التونسي بيكون شكله زي ما انتم شايفين اهو، بما ان الخيط سميك تعالى اوريه لكم. في خيط يكون شويه ارفع زي ما انتم شايفين اهو، يكون كله فراغات كده. وده اول صف في الكروشيه التونسي، بنعمل عدد سلاسل وناخد كل السلاسل دي على الابره، ونرجع بعد كده نسحب كل اتنين مع بعض. بعدين بلف لفه على الابره، لفه عاديه خالص، بعدين طرف السلسله كاني هعمل غرزه بسيطه واسحب، بيصبح معايا من نفس الغرزه اتنين على الابره، بسحب واطلع منهم هما الاتنين. غرزه مقلوبه، لفه على الابره لقدام ده افضل، وارجع بعد كده طرف السلسله، انزل اللفه وبسحب بالطريقه دي بقى لنهايه الصف. طرف السلسله واسحب واطلع من الغرزتين، بعد كده لفه على الابره لقدام، طرف السلسله، انزل اللفه وبسحب، لفه على الابره، غرزه بسيطه واطلع من الغرزه. اخر غرزة اهي، باخد الطرفين كده سلسلة، وده بيخلي لي شكل القصف بتاعتي والجوانب بتاعتها نضيف، وبسهل عليا التقفيل لو بعمل ملابس. زي ما انتوا شايفين حفظت اول صف، لان الغرزة دي قايمة على صفين صفين. دلوقتي هنعكس اللي احنا عملناه بالظبط، طبعا كانت دبل ستيتش، فهنعمل غرزة مقلوبة. تمام، وهنا كانت غرزة مقلوبة، فهنعمل دبل ستيتش، فهلف لفة على الإبرة، لفة عادية برضو طرف السلسلة، وأسحب واطلع من الاتنين، بعدين لفة لقدام، دي دبل ستيتش، فهعمل على طول غرزة مقلوبة فوقيها، واللي هي كانت غرزة مقلوبة أيوة دبل ستيتش. غرزة سهلة جدا وبسيطة قوي، اي حد فعليا حتى لو ما اشتغلش كروشيه تونسي يقدر يشتغلها بسهوله وببساطه، وتقدروا تعملوا منها حاجات كتيره. هي غرزه خريفي اكتر منها صيفي، لان هي شويه بتكون برضو مقفله، تقدري تستخدميها في الشتاء وتقدري تستخدميها في الخريف، لكن في الصيف شويه هتكون صعبه الا لو خففتي مقاس الخيط لحاجه بسيطه جدا، ساعتها تطلع معاكي الغرزه دي تحفه. زي ما انتم شايفين بلف واطلع، بس الاتنين سلسله مش بسيبهم، لا بقفلهم قبل ما اروح اعمل غرزه جديده. لف على الابره لقدام، طرف السلسله، تمام، انزل اللفه وبعدين بسحب. غرزه دبل، فلف على الابره عاديه وبعدين طرف السلسله، اسحب، تمام، وبعدين اطلع من الاتنين. بعدين غرزه، دي غرزة مقلوبة فوق الغرزة اللي كانت دبل تحت. طالما هنا غرزة مقلوبة قبل نهاية الصف، ففي لفة على الإبرة عادية وبعدين آخر حاجة في السلسلة، أسحب، تمام، وأطلع من الاتنين دول الأول اللي هي اللفة ونهاية الصف. بصوا، طالما نهاية الصف هنا غرزة مقلوبة الأول، فهلف لفة عادية، آخد آخر حاجة وأسحب، وقبل ما ارتفع السلسلة بعمل إيه؟ أيوه، هطلع من الاتنين دول الاول، بعدين ارتفع سلسلة وعلى طول اسحب كل اتنين مع بعض. فعليا هي دي الغرزة بتاعتنا. مرة لما بيكون في هنا دبل ستيتش باخد على طول نهاية الصف، لما بيكون هنا في غرزة مقلوبة بلف لفة على الابرة واخد نهاية الصف، اطلع من الاتنين وبعدين ارتفع سلسلة واكمل سحب الصف.
بس كده، مفيش اي اختلاف ولا اي حاجة فيها صعوبة بالنسبة للغرزة دي. غرزة جميلة جدا، وزي ما انتوا شايفين ده خيط سلسلة اقطان دخلته في الغرزة دي، وفعليا تحفة. تقدروا تعملوا بها شنطة، تقدروا تعملوا بها حاجات كتيرة ومع الخيوط اللي زي كده، بس صغروا حجم الابرة شوية عن رقم 6، هتطلع معاكم مقفلة نوعا ما، او سيبوها مفتوحة وخلوها شنطة فاني كده لاجواء البحر. دي كانت غرزة مقلوبة، تمام، فهعمل فيها دبل على طول اهو طرف السلسلة، واسحب وبعدين اطلع من الاتنين الاول واروح على الغرزة اللي بعدها. الغرزة اللي بعدها دبل، فلف على الابرة لقدام وبعدين طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب. فعليا مفيش اي حاجة في الغرزة دي صعبة، زي ما انتوا شايفين غرزة سهلة جدا. لو لسه اول مرة تسمعوا عن الغرزة البسيطة او الغرزة المقلوبة، روح على صندوق الوصف وهتلاقوا تفاصيل اكتر عن الغرز دي لوحدها كده في صندوق الوصف. طبعا الغرزة قايمة على التبادل، فدي كانت مثلا غرزة مقلوبة عملت فيها دبل، دي كانت غرزة دبل فهعمل فيها على طول غرزة مقلوبة، برضو دي غرزة مقلوبة، فبلف لفة على الابرة لقدام لفة عادية وبعدين طرف السلسلة، اسحب واسحب الاثنين على طول، وبعدين ادي اهي كانت غرزة دبل، فلف على الابرة طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب، وهكذا لحد ما بخلص الغرزة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين هنا غرزة دبل اهو، هاخدها واسحب واطلع من الاثنين، وطالما هنا غرزة دبل قلنا ايه، ايوه، مش هنعمل اي لفة على الابرة، هنروح على طول ناخد نهاية الصف، نسحب نرتفع سلسلة، وكل اتنين مع بعض. طبعا غرزة جميلة جدا، وتعتبر من الغرز المايلة لو اشتغلتيها بشكل ضيق اكتر، وهي مميزة جدا بصراحة وسهلة. اخر صف نشتغله مع بعض، لف على الابرة لقدام لان اللي تحتها كانت غرزة دبل، انزل اللفة وبسحب. غرزة مقلوبة، فلف على الابرة لقدام هعمل فوقيها غرزة دبل طرف السلسلة، وبسحب واطلع من الاثنين. شايفين هنا غرزة دبل اهي، بتبان على فكرة من التكتل بتاعها ده، فبلف لفة على الابرة كده لقدام، ادخل في طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب. هنا غرزة دبل، فهلف لفة عادية، اللفة اللي احنا عارفينها في الكروشيه العادي، طرف السلسلة، اسحب، بيبقى معايا كده اتنين على الابرة من نفس الغرزة دي، اسحب واطلع منهم. وطالما نهاية الصف هنا غرزة مقلوبة، فبعمل غرزة مقلوبة الأول اهو، وما روحش بقى اخد نهاية الصف على طول. هيحصل ايه لو خدنا نهاية الصف؟ شايفين الفراغ ده هيكون موجود، فاحنا بنعمل الأول لف على الإبرة وبناخده نهاية الصف، نسحب ونطلع من الاثنين، اللف على الإبرة ونهاية الصف، وبعدين نرتفع سلسلة، وكل اتنين مع بعض. كده غرزتنا النهاردة فعليا تكون خلصت. بس تعالوا اوريكم ازاي نقفل الغرزة بطريقة الغرزة نفسها. كل انا هعمله دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا غرزة مقلوبة، فهعمل على طول فوقيها غرزة دبل بورل ستيتش اهو، تمام. بس لما اجي اعمل اطلع من السلسلة، لف على الابره لقدام، دي غرزه مقلوبه، انزل اللفه اسحب واطلع برده من الثانيه. زي ما انتم شايفين ادي غرزه مقلوبه، فهنا لفه طرف السلسله، اسحب الاثنين دول، اطلع منهم واطلع على طول من الغرزه دي عشان اقفل الغرزه بتاعتي كلها. الغرزة تحفة بجد وسهلة جدا، واي حد فعليا يقدر يشتغلها. الغرزة زي ما انتم شايفين ليها تضليعات كده بميل، شكلها حلوة قوي، وكمان هتظهر معاكم اكتر في الخيوط العادية، يعني داخل السلسلة، عشان كده شوية هي مش بارزة قوي هنا. ولكن بجد يعني جربوها في الخيوط العادية الصوف او الاقطان، هتطلع خرافة بجد، جامدة جدا. كده غرزة النهاردة تكون خلصت. الغرزة اسمها حرير الماء او الدبل بورل ستيتش، غرزة تحفة، وكمان ليها اسم تاني وهي الغرزة المحبوكة. ليه اسمها الغرزة المحبوكة؟ على اساس انه مهما كان النسيج واسع، زي ما انتم شايفين الغرز بتيجي تترص جنب بعضها، بتكون ليها منظر وشكل
كانك نسجاها. اتمنى غرس النهارده تكون عجبتكم، لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. رمضان كريم، مع السلامه، باي.